الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي يسبب نوبات من الاكتئاب ونوبات من الابتهاج غير الطبيعي. له عدة تسميات أشهرها الاضطراب ذو القطبين، الذهان الهوسي الاكتئابي، الانتشار. إن الاضطراب ثنائي القطب هو سادس مسبب للإعاقة على مستوى العالم، وله نسبة انتشار مخيفة تتراوح بين 1 إلى 3% من التعداد العام لسكان كل دولة. العلامات والأعراض: يتسم كل من الهوس والاكتئاب بحدوث اضطرابات وتقلبات في المزاج الطبيعي وفي النشاط النفسي الحركي. أما أسباب حدوث المرض فتتنوع بين عوامل وراثية وأخرى بيئية، وتتنوع طبقا لها طرق العلاج. فالنفسية تتطلب علاجا سلوكيا وعائليا وتربويا. أما على الصعيد الدوائي فترياق داء كهذا كامن في عنصر الليثيوم حسب آخر الدراسات الطبية. وبالمجمل، للوقاية من أي مرض نفسي علينا أن نتجاوز العثرات ونتحلى بالشجاعة لنواجه كافة المشاكل، ونكون على يقين بأننا قادرون على صنع السعادة بأنفسنا، ونستحق الأفضل دائماً.